يا صاحبي شي هاد الدوكيمون ديال اف بي تي والله حتى البروف اش عدى علينا به وحق الله. وي اختي راه صعيب هادشي، الله فيه صعيب. هاتي انا بعدا ما فهمتش فيه والو، نكذب عليك انت راه صاحبك فهم فيه شي حاجه. والله الا يونس اللي جات معاه قال لك فاهم كلشي وكلشي ساهل. دابا يجيب 20 ذكرى ديما جيب 20. سلام دويش عليه الله يسهل عليه. والله الا اش نقول لك بعدا اللي كنتي بعدا سليف انا بشحال خديتي داك البلاك اللي كاين عندك تماك؟ يا اختي خديته ب 250 درهم ومولفه كناخذ من عندهم. خديت دابا البلاك ومولفه كناخذ لخويا سفيان الروايح. والله الا السي سفيان هو اللي صادق عليه. ويلا صاحبي باش نغيروها ونمشيو دغيا قبل ما يديرونا في الجورنال. وي يلا يلا. هي طلعت لي الفصل ديالي حتى انا صاحبتي عرفتي لي زيتود قهروني وحق الله. انت درعتي راه ضرت العينيا. انا صاحبتي راه رجلي طابو عليا. ايوا واش غندير؟ خليها على الله صاحبي. هذاك الشيء خويا خويا هذا خويا. تبارك الله يا سي رحمتي. يلا بسلامة. تنتشوفوا صافي راه بيناتنا ابل. سلام. سلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. صراحة ملي شفتك مع هاد السيده هادي كتبان لي الله يعمرها دار وبنت الناس. اليوم جيت بغيت نتيستيك صراحه، جيت بغيت نشوف اختي مع من كتمشى ومع من كتماشى. صراحه لقيتك انك كتمشي مع واحد السيده اللي الله يعمرها دار بانت لي انها درويشه وكنبغيك شي. انا دابا وليت كنتيق فيك دابا غادي وكنزيد نتيق فيك والله. صراحه اخويا ديك البنت درويشه صراحه انا ما فيهش تخرشيش من الدار المدرسه من المدرسه للدار انت راه عارفني. انا تيق فيك واليوم زدت ثقت فيك وصراحه عرفت اختي انها ماشي ديال التخرشيش وغتبقى عزيزة عليا وغتزيد تعزاز عليا. فدابا يلا نمشيو للدار ما بقاوش ولا كنفزر. يلا اخويا. لا لا ليا لا لا يا كبر من مغرم بخليجية. لا 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 كلشي مزيان. تجي متحطحه لقيتيني يلا تفارقت انا والدريه صاحبتي اللي كتقرا معايا وجيت دابا وباغا نطلع للدار. انت اش كديري هنايا؟ بزاف ربشي عليا البجغوط. انا خاصني نسولك اش كديري انت هنايا؟ واش منيتك؟ ياك بعداني غدا مع الامور الدراسه كلشي مزيان. نقول لك اخويا واحد البروف ديال اس في تي باغي غير ينتقم منا عرفتي واحد الدوكيمون انا بعد ما فهمتش فيه والو. صعيب داكشي الصراحه. انا بالي غنخرج من القرايه باش ندير لي شي ديبلوم. خرجي من القرايه ولا شي حاجه واش تم مريضه واش انا كنمشي نضرب شمار باش تجي انت تقراي وتجي تقول لي هاد الهضره هادي اخويا من راسك. يلا يلا نطلعوا دابا يلا. انت خصك فاش طلبقني الله يستر. قلت لك حبيبه هادي ديك الهضره اخويا يلا تعمر لنا شي دراتي قلت لحالك ديالك. والله لا شفتي راه جايه عيانه من لافاك. صافي 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 الو على سناتي صافا؟ اه بس الحمد لله. اش كتعاودي؟ وحنا صاحبتي هاد الدار وصافي. ما مشيتيش للمدرسة؟ عويلي صاحبتي انا انتي ما في خبرك ما يتعاود. لا ورجعوا الاضرابات عاوتاني فين غنمشيو؟ عاوتاني واه صاحبتي قهرونا قال لك بغاو يحيدوا البوبليك ويخليو غير البريفي. والله ما فهمت انا والو. وصاحبتي بنادم ما عندهاش فلوس وغيمشي للبريفي. اودي خليها الله صاحبتي وحق الله. خوتنا بقات لينا مع الوقت خدامين على قد الحال منين يجيبوا 2500 درهم في الشهر. بصح راه كلشي اختي كلشي مسكين وقات لا مع ولادو والطريقه. وي صاحبتي خليها الله وصافي. ودابا انت فين شاده؟ ما انا اختي في الدار. صافي ما هيك ما غاديش بلا ما نمشيو للمدرسه حيت هي شي ضرب هو داكشي. اه وصافي اجي عندي للدار. يلا سيري انا نلبس حوايجي ناكل ونجي. يلا بسلام. باي بسلام. خويا واخويا خويا ماك شنو واقع؟ خويا صنت لي قبيله صاحبتي وقالت لي راه كاين اضرابات عاوتاني في لافاك. قلت لها اجي عندي. واش ماشي مشكل تجي عندي؟ ماشي مشكل ترى هادو قهرونا هادو هاد راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش حنا غنبقاو ديما الاضراب 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 الاساسي لما بغاو يقريو التلاميذ مساكن كيضيعوا؟ هادشي راه بزاف هادشي راه قهرونا قهرونا. واش الناس اللي ما عنده بنادم طالب معاش وبنادم كيتقاتل باش يجيب واحد الطرف ديال الخبز غيمشي يعطيه للناس ديال بريفي؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
شكون؟ لاباس لاباس الحمد لله. مرحبا بك الجنة هي الحب. أنا جيت عندك والمرة الجاية نعيط لك وقولي لي ما مسالياش ما خدانيش خويا. سلام خويا. والله إلا لاباس الحمد لله أختي، أنت شكون تعاودي هانية بخير؟ وإحنا خويا نكذب عليك إلا قلت لك لاباس. ويلي من نهار بدينا القرايه من نهار عقلنا على راسنا تسجيل الدخول المدرسي مشينا للمدرسه شي جوج مرات ولا ثلاثه قهرونا بالاضرابات والله يتقهرونا عيب وعار هادشي اللي كيديروا. وي اختي لا اله الا الله اش غديروا الصبر سلكي وصافي والله صراحه اللي نسيتي باش برك الله زوينا توتا صافي باش توتا صافي تبارك الله زين وتبات هاد الخوات ريما فين كتبطل على بحال التيات الزيتو. خيتي الحاصل نوض نجمع الوقفة ونمشي بحالاتي قلت تسألك برا التاتين ودابا غنصايب قلتي اتاي علاش شربي في جغديد هي كون عمرتي عليا مع جوج تين مخليه لي تنسى كتقولي لي اتاي صاحبتك ما تاكلي دابا نصاوب دابا شوفي انا راه خويا راه قبيح على هاد خوك والصراحة خوك باينة فيه دريويش نيري على مسينات ودري شنو قلتي حبيبه؟ وانا حبيبه ديالي يلا حيدي ما خليت لك الراحه صاحبتي ما جيتي ما هادي مجي نعوض عليك مره اخرى بوسيني السلام عليك اخويا السلام عليك صحيتي يلا اختي السلام خذي الخير مرحبا بيناتنا وما تصافي هاد الجن ما كيتقاداش يلا السلام عليك يلا السلام حبيبه ديالي هي مشات توتا مشات سلاي مشات توتا ناخذو عندنا من بعدا توت توت انا خويا انا جاي نجي يلا واخا سيكسي انت راه معاك كيدير لاباس عليك بخير صراحه شاب هاز بحالي راه السلام اللي سلمت عليك وصافي صراحه تجربه خايبه ما ديرش من قلت الصوره مرحبا بوشا لي ميو ديالو لا ممكن تعطيو ليه خدمنا نختم ها خدمنا نختم لا ما قلتش نخدم اختي وايل انت زعما كي عارفه التباتا والرزانة انا خشيت خشينا راك عارفه ما قلتش خشينا لنا كنا ندير لنا نخدم خشينا لنا راك عارفه خشينا لنا انت رديتي لك اليميني يلا عرفتي باش تقيد ورقه ولا ساروت ولا سكينه ما كنضحكش انا دابا تصنت عليا هكاك انا ربي دختي كثرت التلفار ما جاتش التليفون في راسك وفاش غنقيدك السيلو ورقه بنتي ليك قولي لك اش قايد لي في الملاعب وصافي خلاص كيسير فوق فين البلاصه راه كاينه تحت الدفتر انت خاطر انت توتا انت هي توتا يلا روحي انت كويلي شوما يلا سلام اوكي مالك اخويا مالك اخويا والو والو مالك وقراي دابا انت كتبعي شي حوايج الذكاء ديالك كتخدمي ماشي حوايج اللي ما بغيتش تخدميهم والله يستر بنتي بحال شي وصباح الخير ايه تما هاد مصدران وعس واش حنايا وسبحان الله النهار مطر وانت ناعس جابد عليه مطريتيش ما كاينش قرايه كاين اضراب زوجتي ما مشيتش رجعت دغيا ما مشيتش للمدرسه مشيت عند الدريه صاحبتي للدار وجيت وشو مشي انا غدا للمدرسه علاش ما قلتيش لي راه مشيت للمدرسه ولقيتهم دايرين اضراب ومشيت دزت عند الدريه صاحبتي اضراب هذا دي شهرين مشيتي تقول لي اضراب من نهار بديتو نتوما اضراب وانا مالي خويا انا ما لي مالي حتى شي حاجه اش غدير ريح 11 نهار يقولوا لك راه سالوا الاضراب اش وديك الساعه سير مش انا متنصفت خشيت القرايه تقرا ولا تجي تبقى تقول لي اضراب ما عرفتش كان هاد الايامات اللي كتمشي فيهم اللي ما كتجيش ما عرفتش فين كتمشي ما انا خويا دابا على هاد الهضره ما تمشي حتى بلاصه دابا ما كاش قرايش ياك لا اريد داك التليفون علاش هذا دايروا لك انا على القرايه نعطر جال القرايه ونهضروا انا وياك صافي حكار حكار شاش من حكار سير البراوشه تصاريشي ودي ودي نكبروا فيك ولا شي تقولي حقار ايه
انا اللي درتها ليا يا ودي. نرجعوا على الناس. شوفوا التوته ديالنا بعدا. ايوا نشوفوها بعدا. ما بلاش شنو عطاتني زعما النمره خربقه ولا كيف؟ لا لا ما ديرهاش بيا انا. ما بلاش دبرت عليها ديرها بيا انا. وانا اللي جيت انت صاحبي حمق ميسي وانتما دابا كتلعبوا لي غاد ميسي مونغوليا معوق هذاك معوق هذاك مالو اصاحبي وانت السعوديه عطاتك زبال فلوس ما باغيش اصاحبي توجه الحمار اصاحبي ثاني فيك اصاحبي داير بحال القرفاده اصاحبي وجهك داير مخرفر يا صاحبي انت ما كنتش شكل بستي فين هذا ما متشاورتي خويا غنمشي عند صاحب شي شتا ما بقاتش كتصيفط لي التليفون بغيت نمشي نشوفها مالها مسكينه عافاك اخويا الله يرحمك الوالدين تقولي لي من الاول انت جالب السعدة جاي تقول لي غنمشي عند صاحبتي وشكون صاحبتك هادي شكون صاحبتي اللي جات عندي ديك النهار ما بقيتش كنراجع انا وياها اه او صافي سيري عندها سيري عندها ايه سيدة انا نعرف علاش ما كتجاوبنيش ما جات تجاوبني في التليفون ندخل على امها للدار ها بلاتي ونوض نتبع خوها دريا نشوف هاد الدار هادي فين جات لاباس الحمد لله حبيبي ما تخبرتي صاحبتي تخلعنا عليك انا مالكي واختي اش غنقول لك راه خويا حيد لي التليفون قال لي ما كاين الاضرابات قال لي ما تبقايش تخرجي وحيد لي التليفون ودار لي الحاله هو حقي علاش حيدو لك شنو هادي شاد التليفون ما اختي اللي ما عرفتش اختي والله عرفتي ولا معكس معايا وبزاف ديال الحوايج دابا راه انا عس راه يسمعني كنهضر اختي غادي يجي لي انا وين عسان علاش حيدو تواحد اخويا تواحد شكون ماشي شي واحد والله اخويا ماشي واحد قسما بالله ماشي شي واحد خويا قسما بالله حتى غير صاحب شكون اللي دوق والله اخويا حتى غير صاحبتي وانا سمعت الصونيج وسمعت الدقار وخمعت الهضره انا ما قلتلكش انا ما جات حتى واحد والله اخويا حتى غير صاحبتي هي اللي جات عندي قسما علاش ما دخلاش اخويا راه غدا زربانه هذاك الشيء علاش علاش ما دخلاش واحد زربانه عندها شي غرض خصها تمشي تخدي داك الشيء علاش ما دخلاتش اخويا وهاد المره جات عندك شي صاحب شك مرحبا بها عادي عادي ناري اخويا انت احسن اخ عادي ماشي مشكل المهم انا غادي نخرج نجيب الخبز ونرجع صافي اخويا الله نتمنى هذا الشيء انه يصدق
ويلي على اختي كما كتجي الغرام يلا هيسن برقك دينا مما تمير والله غير كتسيح شكون لاتي شكون اختي وعليكم السلام اختي لاباس عليك لاباس الحمد لله شكون معايا ماني نتاعنا فامي لاباس اختي الحمد لله ما عرفتينيش لا اختي ما عرفتكش ندوناري اه اختي والله ما عرفت زين كامل ما عرفتش والله اختي ما عرفتك شكون انت كندوي معاك ويلي دابا اختي اللي كندوي معاك شكون بغيت تلقيني قلت لك ما عرفتكش عرفتي دابا ما عرفتش شنو دير بهاد الحاله تاني جاي نشوفك انا ندوي زيد الصقع الشيء الشيء اللي يقولوا اخويا زيد ولي شوه سينا زيد زيد على الصقع المصنقع حتى شاد الحاله واش اش عندك حيت ما كتجاوبينيش عاد عاودوا لي بداك السؤال بلاتي بس قولي لي ما كنضحكش انا قولي لي كيفاش تعطي انت النمره وعريض والله ما عطيك النمره غلط اخويا الصقع المصنقع صقع لي حيد لي التليفون ومنع عليا الخروج وعلاش هادشي ما عاد قال لك حيت كاينين الاضرابات قال لك ما تبقايش تخرجي مشكل واد خوك هو واش لابس حمر كان خارج لابس حمر قبيه حمراء اها داز من حدايا وقال لي السلام عليكم اختي اشنو اللي قال لي عرفتي كون كان شي واحد ما كتجي على ودك كون برقق دير امو وي صافي قبلتي شوف واش كطلعي عليا قول ويلي دابا انت غتكملي على داك النهار انت دابا باغا تكملي على داك النهار فين درتي ليا قلتي لي هكا درتي والله تكملي عليا رسالة انت غتردينا كلميني دوي دوي معايا دابا الحالة كاملة درناها على ودك واش انتي حمقى ولا ما هو شوف غنقول لك راه الحاجة الوحيدة اللي غتبقى منافعاني أنا أنا وياك هي تبقى تجي عندي بحال هكا تيحم الله ياه ويلي ويلي شوفي صورة خوك ويلي 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 صافي سيري يا سيري فتحي الباب سيري فتحي الباب غنمشي طلع شوف شحال وانا جات ديك الوليدة أنا خويا مدريش والله خويا راه جات عندي صاحبتي داكشي علاش عطلت مرحبا بها ولا خويا راه دايره اللقاء داكشي علاش عطلت عليك باش نحل عليك الباب حيت كانت محيده راني في البيت زيد اخويا زيد السلام عليكم اختي السلام بخير هانيا طبيعي اخي ما غنسلم عليك واش بنيتك مشكل مشكل ياك بعدا بخير هانيا الحمد لله ايوا مزيان هادو هما الصحابات اللي بغيتك تقلتي معاهم واش شتي اخويا صحيح وشوفي صاحبتك هادي راه صحاي انت شاعقل بزيد قربي حدايا زيدي مح حيب سيد حيب سيد بغيت تجلسي معاهم شوفي صاحبتك دايره الخير مار تبارك الله وتبارك الله شتي بعين الرحمه وديري انتي راه كان معني عليك انتي كيمعني عليا انتي اودا اختي شحال عيش معاه ديري الزيف ديري الزيف الوالده الله يرحمها تقول لها غطي شعرك غطي شعرك قدام ان شاء الله غدير ان شاء الله اختي ان شاء الله ان شاء الله المهم نخليكم نخلي لكم الراحه نمشي للقهوه خاصه شي حاجه اختي بغيتي تحيد سول السيده خاصك شي حاجه اختي ما خاصني والو يلاه انا نخليكم يلاه الله يعاونكم مرحبا بك ايه واش غنقول لك الصبر صافي والله الا الصبر هيك بعدا مشى ايه مشى مشى كبيره حتى انا تعطات خلاصني مشي صراحه ويلي بقى معايا شويه نعم مشى شو انا اش دايرت انا واش كي شدت الحاله هذه شد الحاله تخناك والله شد الحاله هكا هكا بزينه حيدي غنمشي يلا حيدي تنهضر معاك وبقى معايا شويه غنجي غنقرر غنبقى نجي غنبقى نجي ان شاء الله صافي وبدل هذه باش ما يعيقش بينا شنو هي دير شي حاجه اخرى هلا شنو بدلت واش تبصفتي؟ غتجي غير بهادي مالو ما يعرفنيش انا هادي مالو ايوا صافي يلا حيدي تهلا يلا نمشي معاك حتى للباب لا مشيتش معايا دابا غادي نمشي انا ايوا يلا صافي واجي بعدا نضرب شي تصوير اللي عندك التليفون دابا نضرب شي تصوير تبقى سوفونير تبقى سوفونير بهاد الحالة؟ ايه عافاك والله ما كنضحك عليك وعافاك لا طرو لي بها ودابا الله يحفظك دابا الله يحفظك صافي دير لي خاطري كتبغيني ياك لابس هادشي على ودي وكمل اجرك زيد واش ما حشمتيش؟ دخلناك والله ما حشمتيش ما راه عيتي ما حشمتيش دابا شوف راه يقدر يكون هنا كيتصنط علينا دوي يقول اويلي دوي بالسوق البنت انت صايم العياقه ديال بويا عمر واش تبسطتي ولا ما دابا الله يسهل عليك وعافاك بغيت تصوير وحده بغيت نصور معاك انا نتصور معاك انا صايم وانا كنطلع الخير باش تصيفطها ليا راه صيفطها لك ما كاين عادي ولا لا عنده انت كنسالتك عنده تيمار ما عرفنيش انا هكا راه عادي داكشي
حتى صح جربي العمل هذا الشيء انتي الله يهدينا وحدك دابا والله حتى شوف صافي غتبقى عندي التصويره انايا ما ولا بغيتك تصيفطها ليا انا صيفطها لك من الغيرف وغادي نشوف غادي لها الفيلتر وغنكادو غتبان على حسابك ويلي بغيت نشوف قبل خيمه عاود ثاني والعالم اوب 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 يلا تقعد صافي يلا حيدي عليا خرج شي بحال هكا قد اليد اللفت هذا قد اليد اللفت زيد دخلي من هنا غنبقاو معاك في هاد العلاقة تيخنقبونا شي واحد سير المهم راك جيتي تيتيزا يلا حيدي غادي يهضر معاك شي واحد بزاف مقارنة سير حيدي سلامة وعلينا هاد الكوبل اخويا الصراحة عرفتي اخويا هاد الكوبل والله تا واعرين كيعجبوني عرفتي سعداتهم والله الا سعداتهم تابقى مقابلين التلفازه نهار ما طم ما تشقاي ما ديتش شي حاجه جالسه وقابلين التلفازه وراه يستاهلوا اخويا راه كيلوحوا فيديوهات واعرين كيديروا تحديات كيديروا برينكات الافلام كيديروا كلشي تبارك الله شو سميت القناه ديالهم سميتهم عائله فراطيلو الصغيره شوشو الفنكوشه الصغيره كيديره تبارك الله تبارك الله بنتهم هذه ايه بنتهم وباقي صغار ايه واش شتي عرفتي والله اخويا قربوا وصلوا ل100K وحق الله عرفتي بالفرحات عليا عايمشي وصلوا عندهم شي 90K وشي حاجه عرفتي اخويا والله تيستاهلوا 100K قسما بالله كوبا ان شاء الله يوصلوا ل100K ويديروا شي حفله ايه عرفتي كوبا الخطير والله دم تشدي شي معايا الحديد نوضي هزي شي تفشار ومالك اخويا ديما دير لي شي تفشار يلاه دابا اخويا بغيت نطلبك واحد الطليب الله يسهل عليك نوضي هزي شي تفطار انت باغي تبان حسيت باغا عاوتاني دابا انت اخويا دابا ديك صاحبتي اللي كانت جات عندي ديك المره عقلتي عليها ندير اخويا ما ايه سندس هادي دابا اخويا انا توحشتها وبغيت نهضر معاها عافاك وبغيت غير التليفون الله يحفظك ما التليفون ضروري بغيت نهضر معاها قلتو ما بقاش التليفون وصافي عطيني نهضر معاها من عندك راه خويا عندي انا وياه واحد التصويره واعره واش التليفون هاك ما عنديش يد شكرا خويا يلا دغيا وي تطلع شوفوا النمره ديالها دغيا طلقيني هاي اخويا قيدتها هاي قيدتها هاي اخويا وراه بلاتي خصني انا نفوني ليها راه ما يمكنش اخويا انت تهضر معاها ما تجاوبكش شدي والله الا توحشت هضري تلقيني دوري التليفون هنا وديرو هوب انا اخويا هانا والله ما كنكذب كيسوني واه قلتها لي انا هي الصديق ديالي دابا كنمشي للقهوه وداك النهار مشيت وما لقيتوش قال لي علاش ما صوميتيش شنو اللي كيصوم تما دابا ايه تكون ديال الخيط الو دير لاباس شتاو ديالو ايه بغيتي الفوتو صافي واخا انا نسيت طولك دابا نو حبيبي انا شو مشكل نو يلا بسلامة عطاك الدل ما تلدل يلا لما تسخوك ماشي مشكل ويلي لا يعني قربت نحيد الزيت اصلا يلا بسلامة شمال كنتي يبا شكون حدي ها شكون ما عرفتش شكون لا قول له ما عرفتي شكون والله ما عرفتش شكون قسمي بالله ما عرفتش قسما بالله العلي العظيم صاحبتك ويلي ويلي صاحبتك شويتك معاه جاب مرتك عندك التليفون ها لا بتجاوب مشيت درت الصحون ويلي ويلي سمعتك النهار مشيتي عندها اه ما كذبش عليك تزعطت فيها اه طيحت الدل على ودي الدل على راسي باش نمشي نشوفها ويلي 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 شنو درتي عرفتي النهار هزيت الورقه من هنا اه هزيت نمرتها سمعتي كتبتها لك هي الورقه اييه كتبتها لي ومشيت عندها واش بعثك النهار مشيتي عند الدار وشفت البلاصه اللي فيها ومشيت عندها وتبارك الله مشيت عندها وزيت ديك الجلابه ديالك اويلي واش درتي دخلت اها دخلت كانني ماشي راجل اها انني مراه وخوها تبارك الله تزعط كيقول لها تبارك الله تبارك الله تبارك الله ويلي ويلي ما تخافيش علي خوك كون عارفك انت راه راجل كون عارفك راجل كون علقني خويا دبر راسك
دبر راسك. ولكن شوفي خوك الاغرق والله يعطيك الدل. هذا ما نقول لك وراه عطاني الدل من الدل. ويلي على حالة درتي في راسك على ودي البنت. وراه بنت هادشي هذيك راه بنت تبارك الله. دابا الله يستر الله يحفظ. دابا خليني نسال الله يخرج هاد العقيبة على خير وعلى خير. وقول لها مقاد دابا دابا الله يخرج هاد العقيبة خير وعلى خير. ضربتك في القناة تبارك انا كلفتي لي بهضرتك الله يعطيك الدل. وحاولهم داروا الاضراب على ودك واقيلا داروا الاضراب. قسما بالله الا وقيلا على ودك داروا ذاك الاضراب. عرفوا تبارك الله اللي بحالك مقارن. وبالله هي راه ما عندهاش التليفون. ما عندهاش التليفون؟ ايه باش عرفتي ما عندهاش التليفون؟ ما عندهاش التليفون. تيلي ما عندكش التليفون. طيب خلي 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 لا تنقطع هذا الماء خاصها تقطع هذاك الشيء ديالها. خويا خويا الدروس شنو؟ واخويا شنو؟ بغيت نطلبك اخويا واحد طليب عافاك. قبيله طلبشيني دابا طلبشيني عافاك غتطلبي شويه طلبيني قالتي غتطلبي فيا هنايا اخر طلبه والله ما باقا نطلب شنو؟ شي حاجه اخويا. دابا خويا انت عارف انا عندي صاحب شي سندوس ياك وكنبغي الصراحه نبقى نهضر معاه وداك الشيء مكرهتش اخويا تشري لي حتى انا تليفون بحال البنات. مكاينش تليفون. علاش اخويا؟ واش تقراي؟ لا مكاتقرايش مكاينش تليفون. اش غادير بهاد التليفون؟ واش باش نبقى نهضر مع صحابي؟ تهضري مع صاحبتك؟ ها هو تليفون. ولا كنتي انت خارج؟ انا ديما في الدار انا رجع من الخدمه انا كنرجع بكري. عافاك اخويا انا بغيت التليفون. واش هادي هي الوصيه اللي وصاتك عليا الوالده قبل ما تموت؟ لا واش تبكي؟ تليفون القرايه بغيت تهضري مع شي واحد هاي تي هو نمرشو دخليها وهضري معاه قدامي. ولا خويا شتي نتايا والله ما كتبغيني كون غبقات امي مسكينه هي اللي كدير لي الخاطر ودايره لي الشان. امي انت علاش تجبديها؟ حيت مسكينه الله يرحمها علاش تجبديها؟ ما درتيش بالوصيه ما درتيش بالوصيه هادشي كامل ما دايرش وصيه موكلك مكسيه جالسه في بخير ما كيدق عليك حد ما يهضر معاك حد هادشي كامل ما دايرش بالوصيه. ولا خويا انا باغا تليفون باش نبقى نهضر مع صحاباتي انت ما كتراعيش ليا. سكشي سكشي ايه ايه مالك؟ بغيت التليفون اخويا. التليفون دايرينو للقرايه هذاك الشيء تي مازال ماشي داك الشيء ديال التليفون مازال تي صغير. ما بغيتيش شنو كنتي غديري بيا ديك الشوفه ديال براءه زعما شنو كنتي غديري بيا ديك الشوفه ديال براءه؟ الله يحفظك. شوفي صافا انا شريت اختي فيلم قولوا الله وشري لك ايفون قولوا الله يلاه تقاي دومي عليا بحال هذا الخوي العزيز عليك هكذاك وبقى ديما ضاحكه صافي بقى صافي عطاك لي التصاور صافي عطاك لي التصاور وعليا الكوسنا تاعك ولكن غادير معايا واحد اللعيبه وشري لك تليفون شري لك ايفون يلا قول شنو ولكن غادي اعطيني عقلك هذاك الدري صاحبتك اه مالها كتعجبني معايا الحلال لا ولي علاه كتعجبني ويلي ويلي ولي منين كتهضر مالها دريه محشارمه دايره النقاب مقاده مالها ما جات تحرى ما جات دير شي حاجه اش غنهضر معاها اخويا ما كتعرف ما كدير شي حاجه محترمه شنو بغيتي يمشي تجيب شي بنت الزنقه وصافي اخويا انت دابا انا ديك المزيره وتقعد تلبس معاك على وصافي اخويا انا دابا ما قلت لك والو انا اخويا اهم حاجه عندي هي تاخذ لي انا تليفون وصافي هادشي اللي كنعرف ياك وانا ما تفرحيش ليا امبروك باكو بسعود اخويا ودابا صافي كاين غبي شغتا دابا وريني التصويره اللي صيفطت لي ديالي انا وياك صيفطات لي انا تصاور وخديت وحده ديرش تصاور شفت التصاوره هضرت مع امي ويلي واش راه تهضر معاك وريني وريني التصاور اخويا اللي صيفطات لك من بعد ولا دابا اخويا من بعد دابا كتعرفيها كنعرفها مزيان وشنو مشاو على دارو واخويا راه الصراحه راه كان دوات معايا انا واحد المره وقالت لي يا اخويا راه خوها اخويا انا والله ما كنعرفو والله اخويا ما كنعرفو قسما بالله بلاش بلاش انا بغيت غير نقول لك شنو قالت لي وصافي زيدي ياك دابا انت باغيها زيدي ايوا اخويا راه كيما انت بغيتي الحلال حتى انا راه خوها بغاني الحلال فاش عرفيه لا اخويا والله ما كنعرف والله اخويا ما عمرني ما شفت باش غادي تتزوجي دابا اخويا حيت هي هذيك المره مشات جات عندي هنايا وفهمتي راه كنقرا انا وياها وداك الشيء وراه سميتو راه كانت هي واقيلا قالت لي راه كنعرف واحد البنت صاحبتي وراتو تصورتي ما عرفت اخويا داك الشيء كيفاش حتى جا راه حتى هو باغيني نحكي سولتي عليه واخويا راه كنعرفو الصراحه راه ولد الناس وباهم راه امام راه ولاد الناس الصراحه راك شفتي غير من ختو راه باين العربون واش غنقول لك الله يسخر الله يسخر ليا الله يسخر لينا بجوج ايوا صافي اخويا مني بحال هكا وعيط لي لسندس وقول ليها راه الهضره اللي بغينا ودابا بلاتي خليني نكمل عيط لسندس وقول ليها راني موافق غير قولي لخوك يجي دابا حيت خصني انا الاولى نتزوج اخويا راه انا اللي باقا صغيره خصني انا الاولى نتزوج عاد تزوج انت ضروري طمئن عليا انا الاولى
صافي وهانت على يدي وهانت دابا غتعيط ليها وغادي تقول لها قولي لخوك يجي. ولكن ماشي ستي بهاد الحاجه اش داير دري كنبغيها وخويا الله يسخر لكم انتويا. المهم انا هو نتزوج انا الاولى تزوج عربي كنبغيها. شوفي تا اختي شوفي ها نديرها في فوطو ديال البروفيل كنجي نشوفها الساعه كنشوفها. شوفي الزين شوفي الجمال وتبارك الله خويا راهي زوينه والصراحه. احنا الزين كيبقى غير مظهر احنا كنشوفوا الاخلاق الداخليه. الصراحه خويا جات معك وتاتك الله يسهل عليك. الله يسهل عليك حتى تمشي لدارك عند راجلك وديري وليداتك. والله يسهل عليا حتى انا نمشي لداري وندير وليداتي ونتجمعوا ان شاء الله ونكبروهم. اما كنت تضحكي اما شي تفرحي من دابا اما تفرحيش من دابا حسبتيني. نوضي 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 دير لنا شي برادات نوضي يلا نوضي تقعدي.